وعبر الإنترنت من أديس أبابا ينضم إلينا السيد أحمد تقد، الأمين العام لحركة العدل والمساواة السودانية وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. أهلا بك سيد أحمد. سيد أحمد، تابعت أيضا هذا الاختصار الذي قدمه لنا مراسلنا محمد عمر، وأيضا تابعنا خطاب السيد البرهان وأيضا السيد حميدتي وكل ما جاء فيهما، والآن ننتظر طبعا اللقاء بين حمدوك وحميدتي. هل لديك أي تفاصيل عن هذا الاجتماع، ما قد ينتج عنه؟ هل لديك أي يعني تفاصيل وصلتكم حتى اللحظة؟ طيب، شكرا جزيلا على الفرصة. انعقد قبل قليل اللقاء بين تنسيقية القوى المدنية وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دغلو، وجاء هذا اللقاء على خلفية الخطاب المرسل من رئيس تنسيقية القوى المدنية للفريق محمد حمدان، وطلبت التنسيقية بضرورة لقاء كبير على مستوى عالي ما بين قيادة التنسيقية وقيادة قوات الدعم السريع للتفاكر حول الوضع السياسي والعسكري والأمني في السودان. هذا الوفد يضم، هو في الحقيقة وفد عالي المستوى، يضم قيادات عليا من تنسيقية القوى المدنية. أعدت تنسيقية القوى المدنية مواقفها على خلفية الأزمة القائمة الآن، وهي تطالب بضرورة بحث حل شامل للأزمة السودانية، ومن ثم مخاطبة القضايا المرتبطة بالوضع الموجود في الداخل، خاصة القضايا الإنسانية، والتفاكر حول كيفية تصميم عملية سياسية شاملة تخاطب الأزمة الإنسانية من ناحية، وتفتح الطريق للدخول في عملية تفاوضية شاملة تخاطب جذور الأزمة الحالية، ومن ثم تفتح الطريق للحل السياسي الشامل وكيفية الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة في السودان. طيب سيد أحمد، يعني الآن يعني الجميع ينتظر أن يكون هنالك يعني تقريب وجهات نظر بين الطرفين، بين حمدان وبين حميدتي والبرهان، من خلال هذا اللقاء المرتقب اليوم أو الذي سينتهي خلال دقائق أو ساعات قد يكون، وننتظر هذه النتائج منه. ما أبرز النقاط التي قد تجمعون بها الطرفان اليوم من خلال هذا الاجتماع؟ المعلوم أن تنسيقية القوى المدنية يعني أعدت خارطة الطريق وإعلان مبادئ لحل الأزمة القائمة في السودان، واستندت هذه المواقف على محتوى خارطة الطريق. هي خارطة حددت فيها الملامح الأساسية والمراحل المطلوبة لحل المشكلة، ابتداء من البحث عن كيفية وقف العدائيات بين الأطراف المتصارعة، وإتاحة الفرصة لمعالجة القضايا الإنسانية، خاصة تشكيل آليات لمراقبة، وكذلك تسهيل دخول المعونات الإنسانية وفتح الممرات للمحتاجين في الأرض، ومن ثم إضافة القوى المدنية الرئيسية في العملية السياسية للحديث عن وقف إطلاق نار شامل، وكذلك الدخول في القضايا الشائكة هذه الموجودة في الساحة، وهي القضايا السياسية وقضية الجيش الواحد وكيفية الانتقال والتكوين آليات وأجهزة الفترة الانتقالية التي تقود السودان بعد التوصل لاتفاق سلام شامل. يعني أنت ذكرت وقف العدائيات، الآن وقف العدائيات، لا يعني نجد أن هنالك لهجة أصلا كانت عدائية، إن كان من خطاب البرهان البارحة وإن كان خطاب حميدتي اليوم، نجد أن هنالك يعني لهجة تصعيدية بين الاثنين عكس ما كنا نتوقع قبل هذا اللقاء المرتقب بينهما في الأيام القليلة القادمة. إذا كيف سيتم إيقاف هذه العدائيات برأيك؟ محتوى الخطاب خطابين، خطاب الفريق حميدتي كان واضحا من حيث المحتوى، من حيث الإجراءات المطلوبة، ومن حيث التعبير عن رغبة قائد الدعم السريع للالتزام بالدخول في عملية سياسية شاملة بعيدا عن التصعيد العسكري. استمعنا أيضا لخطاب الفريق البرهان، وهو أكد بأن ليس هنالك حل، والحل الوحيد للسلام هو خروج
قوات الدعم السريع من منازل المواطنين، وكلنا نعلم بأن هذا الصراع لا يمكن أن تحل فقط بالمطالبات، ولكن المطلوب هو تصميم عملية سياسية شاملة يضم كافة الأطراف المتصارعة على الأرض وكذلك الأطراف السياسية، ومن ثم اتخاذ خطوات عملية تبدأ بالدخول في التفاوض حول وقف إطلاق نار شامل بما فيها تشكيل الآليات الأساسية للمراقبة على الأرض، وهي آليات يجب أن تكون قادرة ومسنودة محليا ودوليا حتى تستطيع القيام بعملية المراقبة، ومن ثم فتح الطريق ل الاتفاق حول القضايا الجوهرية المرتبطة بالأزمة. وهذا لا يتأتى بالشعارات أو بالمطالبات عبر خطابات عابرة، ولكن تحتاج إلى يعني المرجعيات أساسية، وأنا أعتقد أن التنسيقية وفي هذا اللقاء ستناقش بشكل شفاف جدا كيفية الدخول في هذه العملية استنادا على مخرجات اتفاق قمة الإيجاد الأخيرة، ومن ثم كيفية دمج المبادرات المتقاطعة والاتفاق على عملية سياسية شاملة والاتفاق على موقع لإدارة العملية التفاوضية، ومن ثم الاتيان بكافة الأطراف المعنية بالصراع والدخول في عملية سياسية يعني المتوافق عليها بالإجراءات وبالأطراف وبالقضايا حتى نتمكن من حسم هذه القضية بالعملية التفاوضية وليس بالشعارات أو الخطابات التي نسمعها من هنا وهنالك. يعني أنت ترى بأن هذه الخطابات ليست هي المهماز الرئيسي أو الدلالات الأساسية لما سينتج عليه بعد هذا اللقاء؟ أنا أعتقد هذا الاتفاق، هذا الاجتماع سيخرج باتفاق حول كيفية الدخول في عملية تفاوضية شاملة. هذه العملية غالبا ستناقش الإجراءات المطلوبة لكيفية الدخول، الاتفاق على الأطراف التي يجب أن تكون جزء من العملية السياسية، والاتفاق على طبيعة القضايا التي يجب أن تناقش بين الأطراف عندما تلتقي سيد أحمد. منبر يتم الاتفاق عليه لاحقا. طيب سيد أحمد، يعني أنت تابعت الآن وذكرت لنا أهم المطالب التي طالبها الطرفان يعني من الآخر، برأيك يعني ما هو رأيك بهذه المطالب أصلا، وهل هي فعلا قابلة للتنفيذ؟ لا يمكن المطالبة بحل القضايا دون الدخول في عملية تفاوضية. مطالب الفريق البرهان خروج القوات الدعم من المنازل من الجزيرة، هذا خطاب سياسي. المطلوب هو الاتفاق على القضايا، الاتفاق على الموقع للتفاوض، الاتفاق على كافة الترتيبات الإجرائية من حيث الوساطة، من حيث دور الأطراف الدولية، من دور المسهلين، بالإضافة إلى الاتفاق على المطلوبات الأساسية التي تمكن الأطراف من الحضور لمنبر التفاوض، ومن ثم الدخول في التفاوض وفق أجندة واضحة، ابتداء بكيفية وقف العدائيات وتشكيل الآليات المرتبطة بالمراقبة، ومن ثم الدخول في عملية شاملة لوقف إطلاق النار ومخاطبة القضايا الجوهرية المرتبطة بالصراع، سواء كانت هذه القضايا مربوطة بكيفية الاتيان بجيش قومي موحد، ومخاطبة القضايا السياسية المرتبطة بالانتقال السياسي وكيفية تشكيل يعني الأجهزة الفترة الانتقالية وكيفية تكوين الحكومة ومخاطبة الإفرازات الناتجة عن الصراع والنتائج المترتبة من الحرب القائمة. هذه القضايا لا يمكن أن تحل بالخطابات العابرة، ولكن تحتاج إلى الاتفاق على كيفية تصميم وهندسة عملية سياسية شاملة مسنودة دوليا وإقليميا، مدعومة أيضا بالرأي العام الداخلي حتى نتمكن من تجاوز هذه المحنة بالوصول إلى اتفاق سلام شامل يخاطب الأزمة الحالية ويعالج الإفرازات الناتجة عن الصراع الحالي. طيب سيد أحمد، ذكرت نقطة جدا مهمة وهي موضوع آليات تشكيل آليات المراقبة. من سيتحمل مسؤولية تشكيل هذه الآليات وفعلا تحمل مسؤولية المراقبة بشكل عادل وحيادي من الطرفين، خصوصا أننا نشهد انتهاكات كثيرة، يعني الدعم السريع يتهم الجيش بها والجيش يتهم القوات الدعم السريع بها. من سيتحمل هذه الآليات المراقبة وسيكون فعلا وصي عليها؟
عادة عندما تشكل الآليات الناتجة عن اتفاق السلام، الاتفاق نفسه يحدد الطرف الذي يتحمل التبعات المترتبة على مطلوبات المراقبة، وغالبا ستكون الأمم المتحدة والدول المهتمة بالشأن السوداني، سواء كانت الدول العربية والإقليمية بالإضافة للمنظومة الدولية. هذه المجموعات جميعها تساهم في توفير المعينات المطلوبة لتحريك الآليات حتى تكون آليات قادرة ومسنودة ماليا على الأرض، ومدعومة أيضا سياسيا من المنظومة الإقليمية كالاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن، حتى تتمكن من القيام بالمهام الموكلة لهذه الآليات، حتى تتمكن من المراقبة والتدقيق والتحقق حول الخروقات والتزام الأطراف بما جاء في اتفاق وقف العدائيات أو اتفاق السلام الشامل. وبالتالي نحن نرى ضرورة وجود هذه الآليات في أي عملية لوقف العدائيات أو حتى عملية لوقف إطلاق النار الشامل، ونرى ضرورة وجود المنظومة الدولية المراقبة لالتزامات الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه عبر الآليات التي تشكل من خلال اللجنة لوقف إطلاق المراقبة لوقف إطلاق النار ومن ثم تمكن الشارع السوداني والشعب السوداني من العودة إلى السودان في أجواء مهيئة ومناخ معافى تساعد في تحقيق السلام والاستقرار في السودان. نعم، في بيان تنسيقية القوى الديمقراطية كنتم أكدتم أنكم أيضا تطلبون مقابلة البرهان أيضا، قد يكون بعد أو مع حميتي وما شابه، هل هنالك رد؟ هل حصلتم على رد من الجيش إن كان سيكون هنالك لقاء بين حمدوك والبرهان قريبا؟ نعم، خاطب رئيس التنسيقية الدكتور عبد الله حمدوك الطرفين، الفريق محمد حمدان دوغلو، وهو استجاب لهذا الخطاب وحدد وقت، والاجتماع الآن جاري، بينما لم يرد قائد القوات المسلحة الفريق البرهان على خطاب الدكتور عبد الله حمدوك. نحن ما زلنا في انتظار الرد، ومتى ما يأتي الرد ثم سينعقد اجتماع آخر مع قائد القوات المسلحة، وسيناقش أيضا نفس القضايا على أمل أن ما يتم التوصل إليه في اللقاءين قد يمهد الطريق لصياغة عملية تفاوضية جديدة تمكن الأطراف السودانية من الجلوس في مائدة يعني التفاوضية لحل الأزمة الحالية. نعم، شكرا جزيلا لك السيد أحمد تقد، الأمين العام لحركة العدل والمساواة السودانية وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقد.